السلام عليكم. سليم من جديد في ركز تحصل. موضوعنا اليوم موضوع عبدالله فقر دمار. هتشوفوا في البلاد كيفاش كذا يا صاحبي. يبي بالك عندي حرف انا في الجريه في الدار مبطاله. صوصت عندي حرف في الجريه صاحبي. كنت تكا نبدا مرتاح. بطاله قديش عمرك وثير؟ 19. عمره 19. من قسم خرجت؟ خرج من سنه 6 ابتداء. قديش عندك بطال؟ 4 سنين. 4 سنين عنده بطال يضحك وشيخ وفرحان. خاطر البلاد هذيا فيها شيء يصلح ونرجع للمشكلة الأصلية اللي هي مشكلة الدولة. الدولة هذيا ما تعني شيء. الشباب نتاعها والشباب نتاعها كله ضاع. ما خاطر ما فما شيء يصلح في البلاد هذيا. حتى الخدمة تخدم قد تخلص 400 500 كانت تنحي منهم 250 تاع دارك 250 باقية ترونسبور وواحد وباقي تتسلف و وتنتج وتجيب عاد مش لازم تخدم خير. ليه مش لازم تخدم خير؟ هكا خير. انا البطالة راها خير مزيانة برشا. البطالة اللي هو على الاخر على الاخر ميزة عندك برشا فلوس. ميزة برشا فلوس غير فلوس خايبة البطالة.